وهذه فرصة طيبة أني أطلع على أشقائنا في كردستان. القمم طبعا تأتي في وقت حرج للأمة العربية والإسلامية. هناك تدخلات إيرانية، هناك دعنا نقول اعتداءات إيرانية باتت اليوم أكثر وضوحا مما سبق. المملكة اليوم دعت دعنا نقول دول المنطقة والعالم العربي والعالم الإسلامي لمكة في هذا الوقت تحديدا المبارك في العشر الأواخر من رمضان، في منطقة من أطهر بقاع الأرض على بعد أمتار من نحو مليونين مصلي، لتضع أمام العالم العربي والإسلامي أمام مسؤوليته. الحقيقة هناك ضرورة اليوم ملحة أن يأخذ العالم العربي والإسلامي المبادرة ولا يترك فقط الأمور بيد دعنا نقول الغرب. اليوم هناك اعتداءات إيرانية، لا يمكن أن ننتظر أمريكا أو غير أمريكا للدفاع عن المنطقة أو العالم العربي أو العالم الإسلامي. هناك الكثير الحقيقة ما يمكن أن يقال، لكن اليوم من الضروري اليوم أن تكون هناك وحدة صف ورأي على الأقل جامع، اعتراف بالاعتداءات الإيرانية، اعتراف بالتعدي الإيراني على العالم العربي والإسلامي. إيران لا تستهدف فقط المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية بلا شك هي على رأس أولوياتها، لكن العالمين العربي والإسلامي جميعهم مستهدف اليوم. إيران كانت تتباهى بأنها تسيطر على 4 عواصم عربية، اليوم هي مشروعها أكبر من ذلك بكثير، وهذا ما ينبغي العالم العربي والإسلامي أن يعيه وأن يتصدى له.